طب ما هو رجع خلاص، ايه المشكلة بقى؟ مكبرين الموضوع ليه؟ لا واخد لقطة حلوة، واخد حقها يعني، ما فيهاش حاجة. يعني انا افتكرت نفسي جبت الاكتشاف المعدي وبتاع، عارف انت لما تعمل حركة جديدة وبعدين تلاقي البلد كلها بتعملها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في تريلر رياكشن جديدة، والفيلم اللي هنعمل رياكشن للتريلر بتاعته النهاردة هو اند جيم، وبالتحديد التريلر التانية. احنا كنا بالفعل عملنا تريلر رياكشن للتريلر الأولى واتكلمنا فيها بالتفاصيل، والتريلر التانية او بالتحديد السوبر بول سبوت ما عملنا لهاش رياكشن، بس شفتها والحقيقة كانت جامدة جدا في تقديري الشخصي، افضل من التريلر الاولى كمان، ودي في رأيي تريلر مفاجأة شوية. يعني بكل تأكيد احنا كلنا كنا متأكدين ان في تريلرز تانية هتظهر قبل موعد عرض الفيلم، ولكن بعد كابتن مارفل انا كنت منتظر ان الموضوع ياخد له اسبوعين ثلاثة كمان مثلا، لغاية لما ناس كتير تشوف كابتن مارفل. فلو ظهرت في التريلر دي، وانا بكل تأكيد معرفش اذا كانت موجودة في التريلر دي ولا لا، ما يبقاش في الموضوع اي نوع من انواع الحرق، ودي يمكن تكون واحدة من حاجات كتير مستنيين نشوفها في التريلر ديت، معاها كمان طبعا مين الشخصيات اللي هتظهر، وهل في شخصيات مش منتظرين نشوفها في التريلر، وهل في شخصيات مش متأكدين اذا كنا هنشوفها في الفيلم اصلا ولا لا. ده اللي هنعرفه مع بعض، واتوقع ان دي هتبقى تريلر مغذية شوية لانها طويلة 2:30، وكالعادة ما شفتهاش ولا مرة، هشوفها معاكم دلوقتي لأول مرة، فيلا بينا. God, seems like a thousand years ago. Ooh. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. All these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. ماشي. حاجات كتير تتقال، ولكن مش من وجهة النظر بتاعت التفاصيل اللي جوه التريلر، ونحاول ندور على إجابات ولا حاجات بالطريقة ديت، لأن التريلر دي منتج درامي مهم جدا على أصعدة كتيرة، من أهمها إنها بتجيب الاصل، المنظور بتاعها منظور تاريخي. خلونا نتفق على الموضوع ده، يعني من الحاجات اللي انا قلتها وانا بقدم التريلر، انا مستني اشوف منظورها كله على بعضه عامل ازاي. هو الحقيقه واخد ثلاث زوايا، ويمكن يكونوا اكتر من كده، بس دول اللي لقطتهم في السريعه. اول زاويه، تعالوا نجيب التاريخ من اوله، تعالوا نفكر الناس بمين دول وابتدوا من فين، وان دي
الفصل الأخير لملحمة كبيرة قوي بقى لها عدد كبير جدا من السنين من ساعة ايرون مان الأول، وشيء جميل جدا انهم مدركين ده وناويين يلعبوا عليه بشكل واضح. ثانيا تضخيم الملحمة بشكل كبير جدا، وده ملقوط في الموسيقى. خلوا بالكم من حتة الجملة الموسيقية المشهورة قوي بتاعت افنجرز، بتاعت تان 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 تان، اللي هي الحتة اللي انا عملت فيها موتسارت ديت وهي شغالة جوه التريلر. هو كان عمال يقرب من النوت ديت ويتراجع عنها، يقرب منها ويتراجع عنها، يقرب منها يتراجع عنها، لغاية لما في الاخر قدمها كاملة مع التايتل بتاع الفيلم. فاحنا عمالين نضخم في العنصر الملحمي بتاع الاحداث. المنظور الثالث هو استكمال السوبر بول سبوت اللي كنت بتكلم عليها، وهي عشان كده كنت بقول عليها اهم من التريلر الاولى كمان، بتاعت some people move on but not us، او مش احنا مش هنموف اون. وده برضو تمهيد، الناس ديت مش ناويين يتعاملوا مع العالم اللي هم لقوا نفسهم فيه وخلاص، مش هيكملوا يعيشوا حياتهم وانتهينا، هم راجعين يصلحوا اللي اتكسر، هم راجعين يأندوه الحاجات اللي حصلت في المواجهة بتاعت ثانوس. ممكن يكون محبط شوية ان ثانوس كله على بعضه ما ظهرش في التريلر ديت على الاطلاق، ولكن زي ما بقول دي تضخيم او استكمال او توسع للسوبر بول سبوت، وبالتحديد ومن الزوايا اللي عجبتني جدا في السوبر بول سبوت فكرة ان العالم بقى تقريبا فاضي بعد ما نص الكون تلاشى او انتهى او ضاع او حاجة بالطريقة دي. هنبتدي نشوف الجزء البوست ابوكاليبتيك بتاع الزومبي اتاكس والحاجات ديت، طبعا من غير زومبيز انا فاهم الكلام ده يعني، بس فكرة العالم الموحش شفناها في التريلر ديت من خلال اللقطات بتاعت انت مان وايفريثينج اراوند ات وكلام زي ده. واو انا جامد جدا، عليا النعمه انا جامد جدا، انا مش قادر اصدق اللي انا بعمله في نفسي. ايه يا دي يا مهدي اللي انت بتعمله ده؟ مش ممكن. طيب انتم مستنيين حاجه ثانيه؟ ما خلاص كده عملت كل حاجه، ايه احكي لكم الفيلم كمان؟ مش ناقص الا كده. وطبعا حته اليونيفورمز اللي في اخر التريلر ديت جامده قوي، ما تقلقوش هنفصص. يلا بينا. التريلر بتفتتح باللقطه دي، وانا الحقيقه من ساعه لما فتحت الفيديو فايل، يعني انت لو فتحت الفايل بعد ما تعمله داونلود هيفتح على دي مش هيفتح على الشاشه سودا، وانا كنت عمال اتساءل ده ايه، وبعدين طلع تاريخ ايرون مان. المؤثر البصري بتاع ان الشاشه كلها تبقى ابيض واسود ما عدا لون معين او عدد معين من الالوان اللي باينه، اعتقد انه له اسم بس انا الحقيقه ما اعرفوش، يعني ممكن يكون له اسم تقني يعني، مش متاكد. ولكن اعتقد ان العنصر الوحيد اللي ثابت معانا في كل اللقطات ديت خلال التريلر هو اللون الاحمر. الاحمر الاحمر، توني ستارك لسه تايه. الاحمر العنصر اللي بنتكلم عليه، العنصر بتاع العالم الموحش. تاريخ هوكاي اللي ما حدش عارفه ولا مهتم بيه الحقيقه، او يمكن دي اللحظات اللي قبل الكارثة اللي بتدفعه للعودة، بس هو شكله هنا صغير مش عارف. لا في اختلاف، حاسس ان في اللقطة اللي فاتت شكله كان اصغر من كده بكتير. خلاص كده اعتقد انه رسمي بقى اللون الثابت معانا في المشاهد الابيض واسود هو الاحمر، مش هقعد اعيد وازيد في النقطة دي الا لو لقيته بيختلف بعدين. تاريخ ثور، النقطة بتاعت moving on some people do but not us، مش احنا، مش احنا اللي ننسى يلا نكمل. انت محتاج عودة قوية يا مستر هالك عشان ادائك، يعني عملت الجون التالت لمانيع على عيني وعلى راسي، بس لا لازم نهز الشباك في الفيلم اللي جاي ده. غالبا انت مان هيقعد شوية في الكونتم ريلم اللي هو اتزنق فيه في نهاية الفيلم اللي فات ده، وبعدين هيرجع انا بنت مين يا دادا، اللي هو نظام الناس راحت فين. ايه 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 لا قولي تاني كده. ناتاشا بتقول لك even if there's a small chance we owe this to، وبعدين ما سمعتش قوي to try، فهم هيقندوه. جامد الكلام ده، حلوة القصة يا هوكاي الحقيقة. يعني اختنا نيبولا كانت مع توني ستارك صح؟ صح. طب خلونا يعني نقف عند النقطة دي بس. انت مان مسك ده قلم رصاص، انت مان بينط بقلم رصاص، انا كنت فاكره مثلا دراع بيفجر قنبلة ولا حاجة يعني. كلهم بيقولوا whatever it takes، ايا كان ما يتطلبه الامر، وبعدين بينضم لهم توني ستارك على الرغم من انه المفروض ان هو مش معاهم. وخلونا نفتكر النقطة بتاعت نيبولا دي بس ثانية واحدة. ماتشنج يونيفورم يا ريس. ايوه بقى هي دي النقطة، انا تصورت من اول مشاهدة ان انا شفت نيبولا معاهم وما شفتش توني ستارك معاهم. تعالوا نعدي على الشوتس دي ونتأكد ان احنا شفنا كل الناس. كابتن امريكا، نيبولا، في حد ما بين نيبولا وكابتن امريكا مش باين، في حد ما بين كابتن امريكا ونيبولا مش باين. هل هو توني ستارك؟ هل هو توني ستارك؟ لان في اللقطة اللي بعد كده هو بيسبق، هو خلاص بقى مستخبي ورا كابتن امريكا. سكوت لانج، انت مان، هوكاي، هوكاي، وور ماشين، ناتاشا. اوه ايه في ايه؟ عدم المؤاخذة، لا انا كل دوت عمال اتكلم على اساس ان انا جبت التايهه وهو طالع ماشي.
هي بسحنتها. من الواضح ان في الامور امور ما بينها وما بين ثور، يعني نظرة التحدي الانثوية في وجه التحكم الذكوري المتسلح بالشاكوش. انا مش فاهم البناء الشعروري بتاع ناتاشا، يعني هي دي لو هي ناتاشا اصلا، يعني لو هي بلاك ويدو هي هنا شعرها بلوند وهنا هي ريد هيد، فبناء عليه اللي كانت في اللقطة بتاعت ثور دي مش ناتاشا، مين بقى؟ هتطلع توني ستارك رخر، عشان كل النظريات العبقرية بتاعتي تتحطم على صخور الواقع. وهنا مدية على بلوند شوية، انا مش فاهم شعرها ماله، هنا محمر هنا مصفر. طب هل دي هي نفس قصة الشعر بتاعت هوكاي اللي ظهر فيها بعد كده اللي انا قلت عليها جامدة، ولا دي قبلها بشوية؟ انا اللي بحاول بس القطو، هل احداثنا في الفيلم ده هتاخد زمنيا فترة طويلة قوي ولا لا؟ 26 ابريل، هانت يا ولاد، وحنعرف اجابات كل الاسئلة. بس الفكرة في ايه؟ احنا بقى عندنا لقطات كتير من اماكن كتير مختلفة قوي، ويمكن زمنيا كمان تبقى متنوعة لو نظرية الشعر اللي انا طلعت بيها ديت ليها اي اساس يعني من اي حاجة في الدنيا. فبناء عليه هو الفيلم ده هيقتصر على دول ولا ايه؟ يعني بقيت الناس اللي راحوا في الوابة دول هيرجعوا امتى وهيرجعوا ازاي وبتاع؟ وبصراحة يعني انا هحتفظ باللقطات اللي كنت فاكر فيها ان انا طلعت فيها عبقري بتاعت موضوع توني ستارك ده، لان بصراحة هي كانت المفروض تستخبى شوية، ولا حتى نيبولا كانت تظهر في المارش اللي هو معملوه في الاخر ده. ما تسيبنا يا اخي، احنا كنا قاعدين قلقانين على مصير الراجل والست شوية، يعني احنا كنا قلقانين على مصير الراجل اكتر يعني، فكنت تسيبونا على عمانة يعني، ما دي كده حرقت يعني، ايه يا اخوانا ما يصحش الكلام ده والله. طبعا مش هقعد احكي لكم على مخرج الفيلم والسيناريو والابطال والكلام ده كله، احنا فاهمين، احنا هنا طالعين ننبسط من الاخر ونهيس وخلاص يعني. ونسبة ترقبي للفيلم 10 من 10 برضو كالعادة، ما فيهاش اي شيء جديد يعني. عاوز اعرف وجهة نظركم في حتة الابطال دي، هو الفيلم ده هيقتصر على الناس دي وخلاص؟ هل بقيه الشخصيات الكبيره المجعلصه اللي اختفوا مش راجعين في الفيلم ده بالتحديد، راجعين بعدين، راجعين حبه قصيره؟ ايه بالظبط نظرياتكم في النقطه دي بعيدا عن الكوميك بوكس؟ لو انتوا عارفين الواقع من الكوميك بوكس يعني يا ريت لو هتشاركوا بس قولوا سبويلر اليرت ولا حاجه في الكومنتات عشان الناس تبقى عارفه ايه الموضوع. يا ريت تساهموا بكل ده في الكومنتس. الف شكر لحضراتكم على المشاهده، يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم، اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول، وتابعوني على فيسبوك وتويتر. واحنا خلصنا كل حاجه كده صح؟ تمام، اشتركوا والنبي واعملوا لايك والنبي. قشطه، باي باي.